مرحبا أنا الدكتور أسامة خالد أخصائي النسائية والتوليد والعقم وموضوعنا اليوم حيكون عن أسباب زيادة هرمون الأستروجين. طبعا بداية خلال الدورة الشهرية جميع الهرمونات المفرزة من المبيض تكون بشكل إما تصاعدي أو تنازلي حسب أي جزء من الدورة. وبالعادة هرمون الأستروجين يرتفع في مرحلتين في خلال الدورة الشهرية في النصف الأول وفي منطقة الإباضة. طبعا الهدف الأساسي من هرمون الأستروجين طبعا هو يؤثر على كل الجسم لكن نخص بالذكر الجهاز التناسلي. هو يفرز من المبيض تحت تأثير هرمون من الدماغ يسمى هرمون الجريبي ال FSH وذلك لزيادة حجم البويضة. بعد زيادة حجم البويضة يتم إفراز هرمون الأستروجين. طبعا الأستروجين وظيفته زيادة قوة البويضة أو جهوزيتها. وتحضير بطانة الرحم، وتأثيره الأساسي على بطانة الرحم يزيد من نمو بطانة الرحم، وذلك الاستعداد للمرحلة الثانية في حال حدوث الحمل وهي استقبال الجنين. في حال عدم حدوث الحمل، يبدأ هرمون الاستروجين بالتنازل، مما يؤدي إلى انسلاخ البطانة وحدوث الدورة الشهرية أو النزف في الدورة الشهرية. طبعًا الاستروجين يؤثر على جميع الجسم، يؤثر على الثدي، يؤثر على العقل، يؤثر على الجهاز الدوره الدمويه فارتفاع هرمون الاستروجين او وجوده قد يكون يعني جيد للسيده طبعا هو ما يعرف هرمون الاستروجين بالهرمون الانثوي فجميع الصفات الانثويه تزداد بوجود هرمون الاستروجين لكن في بعض الامراض وجزء منها هو شائع مثل مرض تكيس المبايض يكون هرمون الاستروجين مرتفع لكن مرتفع بشكل أكثر من المطلوب مما يؤدي إلى ظهور مشاكل وأعراض أخرى مثل وجود دم متقطع زيادة في نمو بطانة الرحم بشكل مفرط أحيانًا قد يؤدي إلى تأخر حدوث الحمل وطبعًا على المدى البعيد زيادة هرمون الاستروجين قد يؤدي إلى بعض المشاكل مثل سرطانات بطانة الرحم سرطانات الثدي المختصة بهرمون الاستروجين ووجود بعض امراض الجهاز الدوراني مثل ارتفاع ضغط الدم طبعا ما زال تحت الدراسه لانه المثبت علميا نقص هرمون الاستروجين يؤدي الى مشاكل في القلب لكن بعض الدراسات تؤدي الى ارتفاع شديد لهرمون الاستروجين يؤدي الى زياده حدوث جلطات في الاورده والشرايين